وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في أوكرانيا في ظل استمرار الشكوك حول إنهاء روسيا حشدها على الحدود الأوكرانية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجا. مرحبا بك معنا. مرحبا. في الوقت الذي تتحدث فيه روسيا عن سحب جزء من قواتها المتواجدة على حدودها مع أوكرانيا، كييف تتحدث عن سقوط ضحايا إثر قصف مصدره دونباس. هل هناك مراوغة روسية أم تلفيق من كييف؟ يعني حتى الآن ليس لا الموضوع ليس واضح. يعني عادة الحكومة الأوكرانية تتهم روسيا والانفصاليين بأنهم هم الذين يقصفون، وأيضا هناك رد من الانفصاليين بأن أوكرانيا هي التي تخترق اتفاقية مينسك وخفض التصعيد، وهي التي يعني تهاجم الانفصاليين. فهناك اتهامات متبادلة كل يعني وقت بين الطرفين عن الهجوم، وعن يعني بأن أحد الأطراف هم الذين بدأوا في الهجوم. فلذلك يعني الواضح حتى الآن بأن هناك تصعيد بين الطرفين، هناك محاولات للتصعيد، وهناك أيضا تصعيد في الداخل الروسي قبل في مجلس الدوما الروسي، في عندما تم التصويت لمقترح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم منطقتين دونباس ولوغانسك لروسيا. فيعني هناك في محاولتين تصعيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحاول أن تتدخل في الملف الأوكراني، وتحاول أيضا أن تبرم أو تلفق موضوع بأن روسيا تريد الهجوم على أوكرانيا وهناك قوات. فيعني هناك تصعيد دبلوماسي، وهناك محاولات لوجود يعني اتهام يعني إدانة أو وجود اتهامات للطرفين. هناك دائما الطرفين يحاولون اتهام بعضهم فبعضهم البعض. فالواضح بأن حاليا الوضع الملف الأوكراني ملف حساس لدى الكريملين ولدى الحكومة الأوكرانية. نعم، ملف حساس، لكن إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ يعني ردا على المقترحات الأمريكية، روسيا ترد بوجوب وقف نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية كل قواتها من وسط وشرق أوروبا. كيف تقيم الرد الروسي تجاه هذه التحركات؟ وهل يمكن أن أمريكا تقبل أن تعود إلى خطوط ما قبل 1990؟ يعني الواضح بأن روسيا ترى في التحركات الأمريكية تهديدا لأمنها القومي، ورئيس الروسي فلاديمير بوتين قال عدة مرات يعني روسيا ترى بالوجود الأمريكي في أوكرانيا ووجود خبراء أمريكيين، وحتى هناك حديث عن وجود شركات عسكرية خاصة في أوكرانيا هو تهديد مباشر لأمنها القومي. و يعني نعرف بأن أوكرانيا دولة مجاورة لروسيا، ووجود خبراء أمريكيين وقوات أمريكية في أوكرانيا يعني يهدد وحدة روسيا ويهدد الأمن القومي الروسي. يعني كيف يعني هذا ما يراه الكريملين بحسب وصفي. يعني يرى الكريملين بأن هذا الشيء يهدد مصالحه ويهدد الأمن القومي الروسي. فلذلك يعني هناك يعني ضمانات، روسيا تريد ضمانات معينة من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تسحب هذه القوات ولكي لا تدعم يعني أوكرانيا بالسلاح. وهنا يكمن السؤال، هل هناك ضمانات؟ هل هناك يعني محاولة للملمة هذه الأمور، أم أنها ستذهب إلى مزيد من التصعيد، خاصة أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو؟ يعني هذا حدث في الماضي في عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وعندما حتى دعمت الانفصاليين. يعني يمكن أن ينتهي الموضوع باتفاقية معينة أو بحل دبلوماسي للملف الأوكراني، ولكن يعني حسب ما سوف يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني إذا نحن نعرف بأن الكريملين هناك لديه استراتيجيات معينة في الملف الأوكراني، وأيضا كما في الملفات الأخرى في دول أخرى، يعني في ملف السوري وملفات أخرى. فيعني حسب ما سوف يقره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن. يعني حتى الآن يعني روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن هي التي تصعد في الوضع، وإن بأن هي التي تريد حربا بين أوكرانيا وروسيا، باتهام روسيا بأن هي تريد مهاجمة أوكرانيا.
فحتى الآن الواضح بأن هناك تصعيد دبلوماسي وهناك محاولات لتصعيد المزيد من التصعيد بين الطرفين، ويمكن أن ينتهي الموضوع بحل دبلوماسي. يعني حتى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قالها بأن يمكن أن يحل الملف الأوكراني إذا تم يعني برامج اتفاقية معينة أو تعاون أو حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وسوف تنتهي الأزمة بذلك. نعم، ماذا يعني برأيك أن تصدر الأمم المتحدة تحذيرا من تفاقم الأوضاع في أوكرانيا؟ ما كيف تقرؤون موقف الأمم المتحدة؟ يعني والواضح بأن الوضع في أوكرانيا سوف يسبب أزمة كبيرة في العالم. يعني نحن نعرف بأن أوكرانيا مصدر للقمح ومصدر للحبوب، ويعني مصدر مهم للتجارة العالمية، وأيضا روسيا. روسيا نعرف بأن روسيا يعني مصدر الغاز للدول الأوروبية، فيعني يمكن تحدث أزمة اقتصادية عالمية إذا نشط هناك حدثت حرب بين الطرفين. ونحن نعرف بأن روسيا لديها يعني لديها دور مهم في الطاقة العالمية وفي الغاز، ولذلك لو حدثت حرب سوف تحدث أزمة اقتصادية، سوف تسبب أزمة كبيرة للعالم. فلذلك يعني هذا الشيء سوف يهدد العالم بأكمله، ولذلك الأمم المتحدة تحذر الطرفين وترى بهذه التحركات وبهذا التصعيد تهديدا عالميا، وبذلك يعني ايضا في هذا التصعيد يعني مشكله ازمه كبيره قد تحدث اذا حدثت حرب بين الطرفين. سيد ديمتري، هل انت يعني هل تتوقع ان تذهب الامور باتجاه ازمه وحرب او مناوشات، ام انها ستذهب باتجاه حل لهذه الازمه واتفاق ما؟ حتى الان ليس واضح. يعني اذا مثلا روسيا تدخلت او اخذت دونباس ولوغانسك بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف تصبح ازمه بين الطرفين، ويمكن ان يحدث هناك ازمه حتى في الداخل الروسي اقتصاديا. هناك ايضا حديث عن قطع روسيا نظام البنك الدولي سويفت، وهناك حديث عن مزيد من العقوبات، ونرى ايضا هناك عقوبات بريطانيه ضد رجال الاعمال المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فالواضح بان يعني حتى الان هناك تصعيد دبلوماسي وتصعيد بان يحدث هناك مزيد من العقوبات، ولكن يمكن ان ينتهي الموضوع باتفاقيه معينه تنهي الصراع بين روسيا واوكرانيا، ويكون تخفيف يعني تخفيف التصعيد بين الطرفين في خصوصا في منطقه دونباس ولوغانسك. نعم. التي تخضع تحت الانفصاليين المدعومين من روسيا، ولكن يمكن أن تتجه إلى مزيد من التصعيد إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدعم الانفصاليين أو يأخذ دونباس ولوغانسك إلى روسيا. فلذلك يعني حتى الموضوع ليس واضح، وهو يعني الموضوع في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني هم الذين سوف يقررون ماذا سوف يحدث في الأيام أو الأشهر القادمة، إذا سوف يكون هناك تخفيف للتصعيد أو مزيدا من التصعيد وخصوصا من التصعيد الدبلوماسي. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.